الأرقام المسجلة يومياً لحوادث الحرائق هي طبيعية؟ طبيعية جداً. يعني باعتبار احنا نقارن، هنالك عندنا في معاونة شؤون الإطفاء والسلامة تحليل لكل الإحصائيات التي تسجلها مديرية الدفاع المدني، فقارنا ما بين النصف الأول من عام 2024 مع النصف الأول من عام 23. اكو هنالك انخفاض لإحصائيات الحوادث 44%، يعني هذا فد شيء ايجابي للدفاع المدني، باعتبار اليوم احنا اليوم 5044 حادث حريق في النصف الاول، بينما في 23 10955 حادث، يعني هذا فرق ايش قد 44%، احنا نسبه انخفاض نسبه الحوادث. هذا دلاله على انه توعيه المواطن، اتباع التوصيات والارشادات اللي تصدرها مديريه الدفاع المدني من قبل المواطنين واصحاب المشاريع،